بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام. إلى هذه الفقرة مع كتاب بيالليغ إي كومبخوندغ، طبعا لازلنا مع قصة لو بوتي أفيون. لو بوتي أفيون، الطائرة الصغيرة. إذا كما لاحظنا بأن شارل يشرح لي ريمون، يشرح له طريقة طيران الطائرة، كيفية طيران الطائرة. كما لاحظنا في القصة بأننا استعملنا مجموعة من الأفعال في لامبارفي. نسيت أن أذكر هنا بأن لامبارفي أنه يأتي أيضا للوصف. طبعا لامبارفي أيضا يأتي للدلالة على الوصف، كما تلاحظون مثلا لافيون اون افي ديسوندي، الطائرة بالفعل كانت تنزل. كانت تنزل. إذن هاد الفعل صرفناه في لامبارفي لنا صفة النزول، لوصف النزول. إذن طبعا لامبارفي أيضا يستعمل للدلالة على الوصف، لوصف شيء ما. إذن طبعا وصلنا إلى هاد المكان. شارل يقول هنا سي كيل فو اتيغيغ فاسوفون، اكسبليكا شارل، إنه بأنها تريد، إنه بأن تريد النزول فسوفون في مقابل الريح. عندما تكون الريح تجري في عكسها تجعل الطائرة تطير حتى لو أنها لا تسير بسرعة، تماما مثل طائرة الورق. عندما نربطها بخيط مثلا وتكون هناك رياح فهي تطير، ولكن إذا لم تكن هناك رياح ماذا نفعل لكي تطير؟ إذا ضروري أننا نأخذها من الخيط ثم نجري بها. عندما نجري بها فتصبح هناك رياح تجري تحتها وبالتالي تطير. نفس الشيء بالنسبة للطائرة، إذا عندما تكون الرياح تجري تحتها إذا فهي مثل طائرة الورق، يعني أن هذه الرياح تجعلها تطير بدون أن تسير بسرعة، وبالتالي تستطيع النزول بدون أن تكون في سرعة، ستكلفها مسافة طويلة للوقوف أو للتوقف. لافيون ديسوندي توجور، إذا الطائرة كانت تنزل دائما، المقصود بأن الطائرة استمرت في النزول. لافيون ديسوندي توجور، الطائرة كانت تنزل دائما، المقصود هنا بأن الطائرة تستمر في النزول. إيل نيتي بلو كاين سونتين دو متر، كاين سونتين دو متر، إذن هي لم تعد كاين سونتين دو متر إلا على مئة متر. سونتين كما نقول مئة، il n'était plus qu'à une centaine de mètres. إذن هي لم تعد إلا على مئة متر. l'ombre des grandes ailes glissait sur la plaine. l'ombre des grandes ailes glissait sur la plaine. l'ombre يعني الظل. l'ombre يعني الظل. des grandes ailes للجناحين الكبيرين. إذن نتكلم عن جناحي الطائرة. إذن l'ombre des grandes ailes، إذن ظلوا الجناحين، الجناحين الكبيرين. غليسي انه يتزحلق، لو فيرب غليسي يعني تزحلق. غليسي كما نقول ان كانت تتزحلق، اذا هذا الظل كان يتزحلق سور لا بلين، على السهل. نتكلم عن المكان المنبسط، اذا الارضيه المنبسطه تسمى لا بلين، نتكلم عن السهل. لافيون ديسوندي توجور il n'était plus qu'à une centaine de mètres. Il n'était plus qu'à une centaine de mètres. L'ombre des grandes ailes glissait sur la plaine. إذن ظلوا الأجنحة الكبيرة، جناح الطائرة طبعا، glissait أنه كان يتزحلق. إذن هنا أيضا استعملنا لو فيرب glisser على لامبارفي لنصف هذا التزحلق sur la plaine. أن انستون، لحظة، يعني وفي لحظة. Elle couvrit les deux enfants. أن انستون elle couvrit les deux enfants. إذن هي تغطي الطفلين، إذن هي غطت شارل و ريمون. elle couvrit les deux enfants، هنا طبعا عندنا لو فيرب couvrir، إذن هي غطت الطفلين. طبعا عندنا هنا لو فيرب couvrir مصرف في لو باسي سامبل للدلالة على سرعة تغطية الطفلين. كما نقول وفي لحظة غطتهما، وفي لحظة غطتهما، إذا نتكلم عن السرعة في تنفيذ الفعل. elle couvrit les deux enfants et l'aperçurent
L'aviateur. Il aperçut l'aviateur. إذن هما يلمحان. طبعا أصلا لو فيرب أبيرسوفوار أنه تدل على سرعة رؤية الشيء. عندما نقول بأن فلان لمح، عندما نتكلم عن فلان لمح شيئا ما، إذا المقصود بأنه رآه بسرعة. ثم أنه مصرف في لو باسي سامبل للدلالة أيضا على هذه السرعة. إلى بيرسور، إذا هما لمح لافياتور الطيار، إذا هما لمح الطيار، إذا لمح الطيار الذي يسوق الطائرة. إلى بيرسور لافياتور، إذا غيمون أجيتا سا كاسكيت، غيمون أخذ طربوشه ثم بدأ يلوح. أجيتي إن أنك تحرك شيئا، غيمون أجيتا سا كاسكيت، إذا غيمون أنه يحرك طربوشه. كخيا ثم أنه يصرخ. عندنا طبعا لو فيرب كخيي، لو فيرب كخيي او باسي سامبل. ثم انه صرخ بونجور مسيو، يوم سعيد سيدي، بونجور مسيو. كوم سي لافياتور بوفي لونتوندر مالغري لو بروي دي موتور. كوم سي لافياتور بوفي لونتوندر مالغري لو بروي دي موتور. كوم سي لافياتور، كما لو ان السائق او الطيار بوفي لونتوندر، كان يستطيع سماعه. pouvait l'entendre كان يستطيع سماعه. طبعا عندنا لو فيرب pouvoir في لامبارفي. pouvait l'entendre كان يستطيع سماعه. malgré رغم لو بروي دي موتور، رغم صوت المحرك. اذا طبعا الطائره كان لها صوت قوي. السامعون يتخيل بان الطيار كان يستطيع سماعه رغم صوت المحرك، رغم صوت محرك الطائره. Comme si l'aviateur pouvait l'entendre malgré le bruit du moteur. Comme si l'aviateur pouvait l'entendre malgré le bruit du moteur. Puis l'appareil sembla glisser sur l'air. Puis Thomas, l'appareil, l'aile, l'éclairement, l'aile. Puis l'appareil sembla. D'abord le verbe sembler, beda. Le verbe sembler, yani beda. Tibdo, pelchi haja. Puis Thomas, l'appareil sembla. الآلة تبدو غليسي، أنها تتزحلق سيغ لاغ، فوق الهواء أو الفضاء. إل سوبوزا دوسمون، إذن هي تنزل. ما عندناش أنا لو فيرب ديسوندر يعني نزل، عندنا إل سوبوزا كما نقول أنها توضع. ثم هي توضع، أنها تضع نفسها. دوسمون، دوسمون بهدوء أو ببطء. سيغ ببطء. sur le terrain، sur le terrain، فوق الأرضية، فوق الأرضية. غولة، طبعا هنا عندنا لو فيرب غولي، المقصود هنا إيل غولة، إيل غولة، هي تسير، تسير على عجلة طبعا. أحيانا نتكلم عن إين فواتور كي غول، إين فواتور كي غول فيت، إذا نتكلم عن سيارة أنها تسير بسرعة. أحيانا نتكلم عن إيل غول تخي فيت، إذا هو يسير بسرعة. يسوق سيارة أو يسوق مثلا دراجة، على كل حال أنه يسير على عجلات. إذن هنا طبعا الطائرة غولة، أنها تسير على عجلات سيغ سون تخان. طبعا لو تخان داتيغيساج، لو تخان داتيغيساج تجهيزات النزول. نتكلم هنا عن تجهيزات النزول. تجهيزات النزول الخاصة بالطيارة طبعا هي كل تلك الترسانة الموجودة تحتها المتعلقة بإخراج العجلات إلى غير ذلك، التي تجعل وتخرج مثلا عند النزول ثم تجعل وتختفي عند الطيران. إذا نتكلم عن تلك التجهيزات بما فيها العجلات طبعا التي تمكن الطائرة من النزول، إذا تسمى لو تخان داتيغيساج. إذا هي طبعا الطائرة بدأت تسير على هذه التجهيزات. غولا سيغ سون تخان داتيغيساج اي ديسباري، طبعا ثم تختفي. اذا الطائره تختفي، عندنا هنا لو فيرب ديسباريتر اي ديسباري ديغيير. اين اختفت؟ اي ديسباري هي تختفي ديغيير ان هونغار، ثم تختفي وراء مستودع. نتكلم عن بناء كبير حيث توضع فيه الطائرات، اذا نتكلم عن بناء بهذا الحجم. غولا سيغ سون تخان داتيغيساج اي ديسباري ديغيير ان هونغار، ثم تختفي وراء مستودع. لو تيغان دافياسيون، نتكلم عن المكان الذي تنزل به الطائرات. لو تيغان
d'aviation aménagé l'aéronautique, comme on a dit, الذي تم تهيئته depuis peu, يعني منذ قليل, كما نقول منذ شهور قليلة أو منذ أسابيع قليلة أو منذ أيام قليلة depuis peu, كما نقول منذ قليل n'était pas encore très fréquenté. إذا نتكلم هنا عن هذه الأرضية الخاصة بنزول الطائرات aménagée depuis peu, طبعا المهيئة منذ أيام قليلة أو أسابيع قليلة كما قلنا n'était pas encore très fréquenté. إحنا نتكلم عن كلمة la fréquence, إذا المقصود تردد. هنا طبعا نتكلم عن le verbe fréquenté, المقصود أنك تتردد على شيء. fréquenté un café, المقصود أنك تتردد على مقهى. هذه الأرضية الخاصة بالطيران le terrain d'aviation aménagé depuis peu n'était pas encore très fréquenté. N'était pas encore. إذن هي لم تكن بعد très fréquenté جد متردد عليها. إذن هذا المكان قبل وقت ما طبعا بعد تهيئته لم تكن تأتيه الطائرات بشكل كثير. les grands avions de transport الطائرات الكبيرة الخاصة بالنقل ne supposaient pas. نتكلم هنا دائما عن le verbe supposer. طبعا كما تشوف هنا عندنا le verbe supposer أيضا مصرف في l'imparfait ولكن مع la négation مع النفي. إذا les grands avions الطائرات الكبيرة de transport للنقل ne supposait pas لا توضع فيه. هذيك فيه هي هاد إي غي اللي عندنا هاد إي غي هي فيه. إذا هنا طبعا المقصود les grands avions de transport ne supposait pas au terrain d'aviation إذا هي لم تكن تنزل بأرضية الطيران إلى غير ذلك. les grands avions de transport ne supposait pas الطائرات الكبيرة للنقل ne supposait pas أن لم تكن توضع فيه لم تكن تنزل فيه. il ne recevait guère que des avions de tourisme il ne recevait guère. إذا هاد المكان ne recevait guère لم يكن يستقبل. طبعا هنا عندنا le verbe recevoir on a le verbe recevoir طبعا à l'imparfait il ne recevait guère. إذن هذا المكان لم يكن يستقبل ك إلا des avions de tourisme إلى طائرات السياحة. طائرات سياحية طبعا تكون في حدود 3 أشخاص أقل أو أكثر شيئا ما à côté des hangars قرب المستودعات à côté des hangars. إذن قرب هذه المستودعات à côté يعني بالقرب des hangars قرب المستودعات الكبيرة peu important نقول عن شيء بأنه important مقصود أنه مهم j'ai un travail important أنا عندي عمل مهم. هنا عندنا peu important أقل أهمية كما نقول il y avait un petit atelier de réparation بالقرب من المستودعات طبعا بشكل أقل أهمية il y avait un petit atelier كانت هناك ورشة صغيرة de réparation الخاصة بالإصلاح. طبعا لا ريباراسيون المقصود بالإصلاح ومنها لو فيرب ريباري فعل أصلح. إذن à côté des hangars peu important il y avait un petit atelier de réparation ثم un dépôt d'essence ثم هناك مخزن d'essence للبنزين et une maisonnette ثم هناك منزل صغير نتكلم عن منزل صغير وابيتي un gardien حيث يسكن ان غارديان حارس افيك سا فامي مع عائلتي. طبعا عندنا هنا لو فيرب ابيتي اون لو فيرب ابيتي دو لا ميم فاصون كونجيغي ان امبارفي. لافيون دوفي اتر اونتري سو لونغار لافيون دوفي اتر اونتري دون لونغار. اذا الطائره دوفي اتر يجب ان تكون اونتري دخلت سولونغار تحت المستودع تحت البناء الكبير ذو السقف العالي. إذا الطائرة أكيد أنها دخلت تحت هذا السقف لافيون دو في اتر اونتري سولونغار. كوشارل روغاردي أونكور التي شارل روغاردي كان ينظر أونكور أيضا.
إذا الطائرة التي لا زال شارل يتابعها دوفي إتخ أونتخي سولونغار، يجب أن تكون دخلت سولونغار تحت سقف هاد المستودع. إذا كما قلنا لو تيغان دافياسيون أميناجي دو بو بو نيتي با أنكور تخي فريكونتي، لي غران أفيون دو ترونسبور نو سي بوزي با، إل نو روسوفي غير كو دي أفيون دو توريزم. À côté des hangars peu importants, il y avait un petit atelier de réparation, un dépôt d'essence et une maisonnette où habitait un gardien avec sa famille. L'avion devait être rentré sur le hangar que Charles regardait encore. إذا نستأنف فقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.